مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج بين زمنين، وهذه هي الحلقة الثانية من سيرة الرئيس السوداني الأسبق جعفر محمد نميري. وتذكرون أن بداية حكمه تشكلت من تحالف بين العسكر الثائرين واليسار العريض، وقد خاض أولى معاركه ضد القوى التقليدية في ظل ذلك التحالف. في هذه الحلقة ستشتعل المعركة داخل جبهة الحلفاء أنفسهم، ولن تكون أقل دموية من سابقتها. إنها قصة نميري والشيوعيين. طغت الصبغة الشيوعية على السلطة المنبثقة على الانقلاب العسكري في السودان عام 1969، غير أن تلك الصبغة كانت تعبيرا عن تحالف أمنته ضرورة سياسية. كان الضباط الأحرار في معركة ضد الأحزاب التقليدية وضد الإخوان المسلمين، ولافتقادهم إلى قاعدة شعبية اعتمدوا على الحزب الشيوعي وعلى جماعتي الناصريين والبعثيين اللتين يتركز وجودهما بين طلاب الجامعات. وكان القادة الأساسيون في مجلس الثورة وهم ستة على خلاف رئيسي مع الحزب الشيوعي، وموضوع الخلاف هو التنظيم السياسي. لقد ربط الحزب الشيوعي بقيادة سكرتيره العام عبد الخالق محجوب تحالفه مع السلطة الجديدة بثلاثة شروط، وهي استقلالية الحزب، حقه في انتقاد ما يراه سلبيا في اتجاهات النظام، وأخيرا نقل السلطة إلى جبهة وطنية ديمقراطية. وهذه الجبهة تتشكل من المنظمات الشعبية للعمال والفلاحين والشباب والنساء، وكل هذه المنظمات كانت في ذلك الوقت واجهات للحزب الشيوعي، ما يعني انتقال السلطة إليه. رفض الضباط تلك الشروط، وكان هدفهم حل الحزب الشيوعي وانخراطه في التنظيم السياسي الذي ستنشئه الثورة. وافق جناح منشق من الحزب بقيادة معاوية إبراهيم وأحمد سليمان على ذلك الهدف، أما أغلبية الحزب فقد وقفت خلف سكرتيره العام. ومرت العلاقة بين الجانبين بعدة مراحل استغرقت العامين الأولين من عمر الثورة أو الانقلاب، لكن الخلاف ظهر جليا بينهما منذ تشرين الأول أكتوبر 69. فقد صرح بابكر عوض الله رئيس الوزراء في برلين الشرقية بأن ثورة السودان لم تنجح ولن تنجح إلا من خلال تعاونها مع الشيوعيين. فوجد مجلس قيادة الثورة في ذلك التصريح سببا كافيا لإقصائه من رئاسة الحكومة، فخلفه نميري جامعا بذلك، واعتبارا من 28 من تشرين الأول أكتوبر 69 بين رئاسة مجلس الثورة ورئاسة مجلس الوزراء. لأنه حاجة ظاهرة، لأنه ما بكر عوض الله ما هو الثورة ليقول مثل هذا التصريح. و يجرم بها الثورة كلها في أنها لا تتخلى عن الحزب الشيوعي. وأين كان الحزب الشيوعي لما قمنا بالثورة؟ وأين هو الحزب الشيوعي وهو في برلين؟ نحن لا نعرف عنه شيء. فلماذا يقول عن ثورته هنا أنه نحن لا نتخلى عن الحزب الشيوعي؟ هناك أحزاب أخرى في البلد، حزب الأمة، حزب الوطن الاتحادي، الأحزاب الأخرى دي كلها لماذا لا يشملها؟ إذا كان قال لا نتخلى عن الديمقراطية ونحن سنكون كذلك، كان يكون أحسن وأجمل وألطف. لأن هذا النظام معادي للشيوعيين حتى النخاء قبل أن يقوم وبعد أن قام. الانقلاب أفراده جماعات وكأفراد، عدوهم الأول الحزب الشيوعي، وإنما استخدم الحزب الشيوعي للنفوذ الجماهيري والنقاب. أفتكر ده كان رد فعل، ورد فعل مبالغ فيه نتيجة الصراع الذي كان دائرا بين الشيوعيين وبين النظام. وربما ظن أعضاء قيادة مجلس الثورة يوم ذاك بأن هذا إعلان للعالم بأن هذه الثورة ليست ثورتهم وإنما ثورة آخرين.
في الرابع من كانون الثاني يناير عام 1970 أعلن نميري اتجاه حكومته إلى اعتماد صيغة التنظيم الواحد، وقال إنه سيجري تشكيل الاتحاد الاشتراكي السوداني ليكون إطار النشاط السياسي الوحيد في البلاد، وضغط على الحزب الشيوعي لكسب تأييده للتنظيم السياسي الواحد. وأدى الضغط إلى تعميق الانشقاق داخل الحزب بين جماعة عبد الخالق محجوب وجماعة معاوية إبراهيم المؤيدة لنميري، ومباشرة عقب تصفية مقاومة الأنصار في الجزيرة أبا، قرر مجلس قيادة الثورة في مطلع نيسان إبريل عام 70 إبعاد عبد الخالق محجوب والصادق المهدي إلى مصر، حيث تقابلا في ذات الطائرة التي أقلتهما إلى القاهرة. وبمناسبة مرور عام على الانقلاب نظم احتفال في الخرطوم حضره جمال عبد الناصر ومعمر القذافي، وغطت جماهير الحزب الشيوعي بأعلامها الحمراء والهتافات الممجدة للينين موقع الاحتفال. وكان الحديث جاريا عن وحدة رباعية بين مصر وسوريا والسودان وليبيا، وكان الحزب الشيوعي السوداني معارضا لذلك الاتجاه، فالتقط عبد الناصر الإشارة فقال إنه يجب أن تكون للشعوب كلمتها في أي قرارات تتعلق بمصيرها. أما القذافي فقد شاكس الجمهور الأحمر قائلا في كلمته: لقد سقطت راية اليمين وسقطت راية اليسار وبقيت راية القومية العربية. وأزعج المشهد نميري ورفاقه لأنه أظهر نفوذ شيوعيين مقابل ضعف قاعدة النظام الشعبية. وفي تلك المناسبة أعلن نميري قرارات تأميم ومصادرة الشركات الأجنبية وبعض بيوت المال والمصارف، وهي قرارات جذبت إلى النظام قسما من جماهير الحزب الشيوعي. عاد عبد الخالق محجوب من مصر في حزيران يونيو عام 1970، فأخذ من المطار ووضع رهن الاعتقال التحفظي. وفي 16 من تشرين الثاني نوفمبر عام 70 أقصى مجلس قيادة الثورة العضوين الشيوعيين فيه المقدم بابكر النور والرائد هاشم العطا، وعضوا ثالثا أبدى تقاربا مع سياسات الحزب الشيوعي هو فاروق حمد الله. ما هي أسباب إقصاء بابكر النور وهاشم العطا وفاروق حمد الله من عضوية مجلس قيادة الثورة في نوفمبر عام 1970؟ القوات المسلحة ككل ممنوع أن تكون مشتركة في أي حزب من الأحزاب، ناهيك أن يكون حزب شيوعي. والذي اشتركوا في هذا الحزب في حزب وحزب شيوعي، واكتشف أنهم اجتمعوا معهم اجتماعات طويلة المدى. فاروق حمد الله لم يكن شيوعيا. ها؟ فاروق حمد الله لم يكن شيوعيا. لا، شيوعي. فاروق حمد الله شيوعي كبير كمان. لأنه مناقشاتنا في ذاك، نحن كان عندنا اجتماع كل يوم أحد، الساعة يوم الأحد الساعة 10 صباحا، كل أحد في اجتماع لمجلس الثورة. الأمور حينما بدأت مايو كان في ذي شبه وحدة فكرية لحد كبير يعني، لكن بعد ما انقسموا الشيوعيين صارت المنوعة بتاعت هاشم العطا وفاروق عثمان وبكر النور صاروا يناقشون أمور مجلس الثورة مع حزب الشيوعي السوداني، وأحيانا اتخاذ القرار اللي يمكن أن يتم في ساعة أحيانا يأخذ أسبوعين. فشعرنا بأنه يعني الأمور ما عادت فيها حسن النية القديم، وكان لابد من الموضوع يحسن، ويمكن للتاريخ، وأعترف أنا أمامك يا أحمد، نحن في مجلس الثورة كنا 10، لما قررنا نقص الثلاثة الخطأ اللي وقعنا فيه الأساس بتاعنا لم نجتمع نحن كمجلس الثورة 10، بل اجتمعنا نحن 7 وقررنا إقصاء الثلاثة وأخترناهم بالقرار بعد أن اتخذنا القرار، وده كان خطأ ما فيه أي نوع من الزمايا ولا الديمقراطية. يعني الشيء الطبيعي أنه نقعد في مجلس الثورة ونناقش الأمور دي كلها ويحصل تصويت
ويقصهم بإخراج الصورة مش من خلفهم. ودي واحد من أوائل الأساسيات الخطأ اللي وقعت فيها أمريكا. وفي نوفمبر 70 الصراع بين جعفر نميري وجماعته في مجلس قادة الثورة والحزب الشيوعي من جانب والجماعة أيضا المؤيدين لمجلس الثورة وصل مرحلة عنيفة. وأفتكر نميري كان سريع في المبادرة في أنهم أقصاهم، ودي كانت خطوة سريعة عشانهم، لكن كان في وقت هو ضعيف لكن قدر يسيطر على زمام الأمور. وطوارئ اعتقل عبد الخالق محجوب أيضا في نفس الوقت. اتصالات بالحزب الشيوعي فيما يخص أجندة مجلس الثورة ومجلس الوزراء واجتماعاته وكذا، وتسريب للمعلومات، وكان ده منافي لخط الثورة. مجلس الثورة عشان يعفي ثلاثة من أعضائه في تلك المرحلة المبكرة لابد بدي إشارة للشعب أن هذه الثورة لا تنتمي إلى أي حزب كان. طيب ماذا كان دور فاروق حمد الله في مرحلة الإعداد للثورة؟ كان عليه أن حطينا في مكتب وهو كان مرفوض من الجيش، شغلناه في مكتب إدارة مجلس بلدي، وكان هناك ناس بيأتوا إليه ليقرب عليه يفرق عليه المعلومات والأخبار اللي بيجيه من الخارج، فكان قائم بهذا العمل خير قيام. وفيما يتعلق بالإعداد للثورة يعني، طيب يعني ما كان له دور؟ كان له دور كيف؟ هو ده إعداد للثورة، لما نحن بنجند في الناس ونلملم فيهم هو كان مكتبه ده بيقوم بهذا الحكاية، وهو فخر في نورمان هنا. لا علم لي بكل الذي كان يدور قبل الانقلاب، بل انضمامي لنظام مايو كان في شهر نهاية يونيو، أي بعد أو يوليو في الواقع بعد نجاح الانقلاب. لكن فيما يردد الناس أنه كان لفاروق حمد الله دور فاعل في الانقلاب، ويعني حسب روايات البعض بأنه كان له دور أيضا في ترشيح نميري لرئاسة الحركة. يرد البعض إقصائك حمد الله إلى خلاف شخصي أكثر ما إلى خلاف سياسي. لا شخصي مع مين، لكن هو يعني بينك وبينه؟ بيني أنا بالعكس، فاروق عبد الله كان صديقي لحد آخر لحظة، وأنا كنت متعجب في أنه هو ذهب مع هؤلاء الناس. كيف كان واضح أنه في ود مفقود بين فاروق حمد الله وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة اللي كانوا قريبين من نميري. في 12 من شباط فبراير عام 1971 ألقى نميري بيانا من الإذاعة شن فيه هجوما عنيفا على الحزب الشيوعي، واتهمه بمحاولة احتواء الثورة وافتعال الفتن وعرقلة الإنتاج، وأتبع ذلك في احتفالات العيد الثاني للثورة بحل اتحاد الطلاب والاتحاد النسائي واتحاد الشباب واتحاد العمال، وكلها تنظيمات تابعة للحزب الشيوعي، كما أوقف صحف الحزب أخبار الأسبوع الطليعة وصوت المرأة، واعتقل العديد من قادة الشيوعيين على امتداد البلاد. ولم يبقى من أنصار عبد الخالق محجوب في الحكومة إلا وزير شؤون جنوب جوزيف جارانج، بينما احتفظت المجموعة المنشقة عن الحزب بمواقعها في الوزارة. التناقض كان منذ البداية واضحا، بعدين حصلت طبعا إجراءات فجرته، ولكن الحقيقة التناقض قائم من أساس أن الحزب الشيوعي كان يعتبر ده انقلاب مرحلي، وأن المراحل عن هذه المرحلة سوف تتجاوز. نميري وجماعته معه كانوا بيعتقدوا أنهم قد فتحوا صفحة جديدة من التاريخ، وهم قيادة السودان التاريخية، وكل القوى السياسية ينبغي أن تندمج فيه. في 30 من أيار مايو عام 71 غمر مدن السودان منشور للحزب الشيوعي يهاجم نميري ويدعو لإسقاط الدكتاتورية العسكرية،
وبذلك اقترب الجانبان من خط المواجهة النهائية. وبالتزامن مع إقصاء أعضاء مجلس قيادة الثورة الثلاثة في 16 من تشرين الثاني نوفمبر عام 70، كان عبد الخالق محجوب قد نقل من منزل الإقامة الجبرية إلى الاعتقال في السجن الحربي بأم درمان، ثم حول بعده إلى معسكر سلاح الذخيرة بمنطقة الشجرة في الخرطوم. وفي 30 من حزيران يونيو عام 71 هرب عبد الخالق من معتقله. اتخذ عبد الخالق لنفسه مخبأ كان أقرب ما يمكن أن يكون إلى جعفر نميري، كان في القصر الجمهوري الذي حول نميري اسمه إلى قصر الشعب، فالذي تولى تهريبه تحت إشراف التنظيم العسكري الشيوعي السري هو المقدم حسين حاج عثمان أبو شيبة، وهذا الرجل هو قائد الحرس الجمهوري ومقيم بمنزل في القصر الجمهوري نفسه، وقد خبأ عبد الخالق في ذلك المنزل. وكان تهريب عبد الخالق هو الخطوة السابقة لانقلاب شيوعي بقيادة الرائد هاشم العطا، وقع في 19 من تموز يوليو عام 71. فأبشيبة لم شعر بأنه خلاص هم ممكن يتحركوا، هرب عبد الخالق من الشجرة وأحضروا إلى القصر الجمهوري. القصر الجمهوري تحت هنالك مدرون ضخم، وضعوا عبد الخالق محجوب لكي يشرف على التخطيط والتنفيذ. يعني عبد الخالق كان موجود في القصر الجمهوري اللي كان فيه جعفر نميري يوميا، وكل أجهزة الأمن الموالية لمايو تبحث عن هذا عبد الخالق. هرب، يعني حامية حرامية موجود في القصر الجمهوري قاعد مع جعفر نميري يخطط ويشرف على التنفيذ، إلى أن تم التنفيذ يوم 19 يوليو 71. فيتضح أنه هذا التخطيط كان مبني على أساس يعني اغتيالات، ليس هناك وقت لاعتقالات لكنها اغتيالات. أنا شخصيا كنت موجود في ألمانيا الشرقية، حينما عدت في المطار قابلوني الأخ أبو القاسم هاشم في يوم 19، يوم 19 يوليو الطائرة وصلت الساعة 3:30، قابلونا أبو القاسم هاشم أبو القاسم محمد إبراهيم ومأمور عظم زين. كنت حضرت اجتماعات مرسي مطروح اللي كان فيها السادات وحافظ الأسد ومعمر القذافي، وذهبت أنا مندوب عن جعفر نميري. حضرنا اجتماعات مرسي مطروح أيام المشكلة بتاعت المغرب والصحراء الغربية، وحتى العقيد القذافي الله يطلعه بالخير كان مصر إنه لا بد من تكوين جيش عربي وغزو المغرب واحتلاله عشان الصحراء الغربية، والأفكار بتاعت العقيد يعني ما في حسابات ولا ما موزونة يعني. فحضرت المطار وأخذوني من المطار على جعفر النميري في المنزل اللي كان عايز يعرف ماذا حدث في مرسى مطروح بالتفصيل، وأنا واخذ معاي كل المعلومات. حينما دخلنا على جعفر النميري بالمنزل وأنا أسلم عليه، كان القوات الشيوعية موجودة داخل منزل جعفر نميري وما حد فيه عربية لأنه كان لوحده. فإذا بنا نفاجأ بحوالي وغرفة كلها 4×4، حوالي 15 شخص دخلوا علينا بالسلاح، أرفع يدك أرفع يدك، كلنا وجدونا كلنا الخمسة داخل هذه الغرفة. فاعتقلونا ودونا القصر الجمهوري. كيف كانت ظروف اعتقالك خلال الانقلاب الشيوعي؟ المكان الذي وضعت فيه كان مكان عادي، المكان المفروض أنا أقع فيه، لكن منذ أن أخص ويجيبوا للمكان ده كان معاملة بتاعت واحد مجرم. كيف؟ لأنه أنا خرجت من مكاني وحفيان في عربية حديد ساخن، وركبت فيه بورا ورفع يدي بورا إلى أن وصلت المكان الذي وضعت فيه، والبندقية كانت على ظهري. هذا هو الشيء اللي حصل يعني إلى أن وصلت. هل زارك خلال الاعتقال
أحد قادة الانقلاب؟ نعم. من؟ هاشم العطا. ماذا قال لك؟ ما قال، لم يقول شيء، بيتكلم لوحده وشايل الطبنجة كده وخطيها بيعمل لي بها كده. ألم يأخذ لك تحية عسكرية؟ لا، ولم أقم له. كيف نجوت من الاعتقال؟ بعد أن أتت قوات من المدرعات وضربت على القصر، وأنا خرجت ومعي الحرس الذي كان معي، وهو ضابط بثلاثة دبورة، وأنا القائد بتاع الجيش بحرسي ضابط بثلاثة دبورة. هذا أول شيء خطأ. ثلاثة دبورة ماذا تعني سيادة الرئيس؟ ثلاثة نجمات. نجمات، نعم، كابتن يعني، ده كابتن مش جنرال. نعم بيحرسني أنا وهو من الصف. ولذلك لما بقول له الدبابات بتضرب فيكم ده خطر عليكم، هو حرك أمامه قام يعني. فقلت لقيت أنا نفسي لوحدي، وطلعت من الحائط ونزلت برا، لقيت المظاهرات في الخارج، فانضميت على المظاهرات. من الذي قاد الانقلاب المضاد للانقلاب الشيوعي قبل خروجك من المعتقل؟ ضباط الصف أم ضباط؟ ضباط الصف، لأن الضباط كلهم كانوا خلاف الضباط الشيوعيين ملقي القبض عليهم. بعد ظهيرة 22 من تموز يوليو 1971 تناهت إلى أسماء نميري وهو معتقل في القصر الجمهوري، ضجة اختلط فيها هدير المدافع وأزيز الرصاص مع هتافات الجماهير. عند الأصيل ومع اشتداد الهجوم المضاد على الانقلاب الشيوعي، انهار عبد المنعم الهاموش الضابط المكلف حراسة نميري، فتح له الباب وطلب منه أن يأمنه، فهز نميري رأسه وانطلق راكضا إلى الجهة الغربية من القصر. كان عمر نميري يوم ذاك 41 عاما، كان رياضيا وقد شحذ فيه دافع النجاة من الموت أقصى طاقته، فقفز من سور يبلغ ارتفاعه 3 أمتار. في حالة عادية كالتي كنا فيها عندما حاولنا تقليده، تعذر علينا القفز من نفس الموقع في السور، ولكن اللحظات الحرجة تصنع الأعاجيب. وجد نميري نفسه بعد القفز من السور وسط جماهير تلتف حول القصر الجمهوري وهي تهتف عائد عائد يا نميري. لقد وضعه حسن الحظ بين جماهيره وليس بين جماهير أخرى من خصومه خرجت في نفس الوقت دفاعا عن سلطة الانقلاب الشيوعي. واستقل سيارة الفنان سيد خليفة الذي تواجد بالمصادفة، ثم غادرها إلى دبابة كان يقودها المقدم صلاح عبد العال، وانتهى الأمر به إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون حيث أعلن فشل الانقلاب وعودة سلطته. مواطني الأحرار، شعبي العزيز، بلادي الحبيبة العزيزة، بلادي التي صارت هدفا لحزب صغير شيوعي بقيادة من يسمي نفسه عبد الخالق، فهو لا يعرف الخالق، ومن تابعوه من الضباط المرافيد الذين كانوا له أداة طيعة في يده، فاستغلوا صداقاتهم القديمة مع إخوانهم في القوات المسلحة، وبدأوا يحدثونهم ويمنونهم أمنيات لا يمكن أن يتصورها العقل.
ولا يمكن أن يتخيلها الإنسان. عند وقوع الانقلاب الشيوعي اعتقل عدد من الضباط مع بعض المدنيين وأودعوا في موقع يسمى دار الضيافة. وفي المساء الذي شهد انهيار الانقلاب الشيوعي حدث أسوأ ما في تلك الأيام. فتحت أبواب الدار وانهال الرصاص على المعتقلين، فقتل 38 منهم، 7 بينهم مدنيون، كما جرح 119 معتقلا آخر. اتهم ضابطان بارتكاب المجزرة وأعدما، لكن نسبة المذبح إليهما وبالتالي إلى الشيوعيين بقيت موضع شك، ولم يقل التاريخ كلمته الفاصلة في هوية مرتكبيها على الرغم من مرور 31 عاما على وقوعها. عثمان الشيب الله يرحمه هو ذي كان، هو عبد المنعم محمد أحمد، دول العنصرين الأساسيين في الانقلاب. فلما شعروا بأنه في احتمال الانقلاب بتاعهم ده ينهار، صرفوا تعليمات لبعض الضباط في مجموعتنا في القصر، مجموعة بتاعت قصر الضيافة، في مجموعة في جهاز الأمن القومي، فصرفوا تعليمات للضباط امشوا يصفوا الناس، صفونا جسديا الثلاثة أماكن دي تصفى جسديا. فما حدث بالضبط إنه أحمد جبار ليا اللواء أدوا تعليمات امشي بيت الضيافة، مشى ونفذ التعليمات كما هي وصف الناس تصفيات جسدية. الضابط اللي قالوا إيه القصر عشان يصفين احنا جسديا خاف، حتى ساق جعفر النميري وتلبيه الحيطة بتاعت القصر الجمهوري وطلع بيه برا. الود المشي جهاز الأمن القومي مش هناك، ولقى الضباط الكبار موجودين في الجهاز، خدت السلاح بتاعه وقالوا انا عندي تعليمات اصفيكم، لكن انا حانتظر معاكم، ما يحدث ليكم يحدث لي انا معاكم. فيعني لو كان احمد جبار ده مشي بالضيافه، لو كان جه القصر الجمهوري هو كان صفانا جسديا، لو كان مشى جهاز الأمن كان صف الناس، لكن الحاصل انه هو ماشي بيت الضيافة، فصف الناس تصفية جسدية. ولولا هذه الضربة التصفية الجسدية بتاعت بيت الضيافة لن يتجرأ سوداني ان يقتل سوداني في السياسة. يوم من الايام عندما تعود الديمقراطية حتظهر الحقيقة ان الحزب الشيوعي ليس مسؤولا عن مجزرة بيت الضيافة. من ارتكبها إذن؟ عدد من الآخرين، وبعضها كانت دانات، دانات يعني قذائف كبيرة، مش رشاش بتاع الحرس الواقف. بشكل عام هم حاولوا يتخلصوا من أكبر عدد من الضباط المعتقلين. ما نحب ننسبه إلى شخص بعينه، هم كانوا قلة. طيب. لو مسكناهم الضباط الذين شاركوا في الانقلاب الشيوعي بسيطين جدا، ما يطلعوا يعني أصابع اليد. في تقييمي لطبيعة الأشخاص اللي قاموا بالانقلاب والطبيعة السودانية، استبعدت في كتابتي يعني لتاريخ هذه الفترة أن يكون الحزب الشيوعي مسؤولية عن مجزرة بيت الضيافة، وقد يكون المسؤول عنها هو الشخص الذي كان يراقب هؤلاء، وعندما سقطت يعني عندما فشل الانقلاب كان لابد له أن يتخلص من أي شاهد عليه. في اليوم التالي لنجاح الانقلاب الشيوعي أعلن تعيين المقدم بابكر النور رئيسا لمجلس قيادة الثورة، والرائد فاروق عثمان حمد الله عضوا. كان الاثنان في أوروبا، وفي الواحدة من صباح 22 من يوليو تموز 71 كانا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية متجهة إلى الخرطوم. وفي نحو 9 من الصباح نفسه أجبرت السلطات الليبية الطائرة على الهبوط في مطار بنغازي، وأنزل بابكر وفاروق بالقوة،
ثم سمح للطائرات بالإقلاع دونهما، وفيما بعد سلمتهما ليبيا إلى سلطات نميري. من جانبه رحب العراق بالانقلاب الشيوعي، وأرسل طائرتين محملتين بأدقم دبابات وأسلحة حتى في مطار جدة بانتظار سماح الرائد هاشم العطا لهما بالهبوط في مطار الخرطوم. لكن العطا تشاور مع زملائه فطلب من العراق تأخير وصول الطائرتين قليلا، ولعل بغداد كانت واثقة على ما يبدو بأن سلطات الخرطوم الجديدة ستسمح، فأوعزت إلى إحدى الطائرتين بالإقلاع فسقطت بانفجار غامض في البحر الأحمر، وقتل جميع من فيها وبينهم محمد سليمان الخليفة العضو السوداني في القيادة القومية لحزب البعث. وقع الحادث في صباح اليوم الثاني للانقلاب، وظلت الطائرة العراقية الأخرى قابعة في مطار جدة إلى حين عودتها إلى بغداد بعد دحر الانقلاب الشيوعي. وخشيت مصر من أن يكون للعراق صلة بالانقلاب، وكانت قد أرسلت وفدا إلى الخرطوم بطائرة عسكرية، فطمأنه هاشم العطا قائلا إن مطار الخرطوم لم يفتح إلا للطائرة المصرية وأغلق أمام طائرتين عراقيتين. كما زار عبد الخالق محجوب الوفد المصري وطمأنه إلى عدم وجود صلة للحركة بالعراق. في نفس الوقت استقبلت مصر خالد حسن عباس وزير دفاع نميري الذي عاد من زيارة إلى الصين فور سماعه بالانقلاب، ووضعت تحت إمرته القوات السودانية الموجودة في مصر، وانتقل بها سرا إلى ليبيا، ولكنها وصلت إلى السودان بعد يوم واحد من فشل الانقلاب. وتذكر بعض المصادر أن الكلية الحربية المصرية في السودان هي التي بدأت التحرك ضد الانقلاب الشيوعي، ثم انضمت إليها وحدات موالية لنميري. وكانت السودان قد ارتبطت قبل شهور باتحاد ثلاثي مع مصر وليبيا. بعد فشل الانقلاب الشيوعي قال السادات إن اتحادنا ولد عملاقا، وها هي أسنانه قد بانت في السودان. ألم تسهم القوى الخارجية في إسقاط الانقلاب الشيوعي؟ ولم يكونوا يعرفوا ماذا يحصل في السودان. طيب والطائرة اللي أوقفتها ليبيا؟ طائرة آتية من أين آتي؟ من بريطانيا. من بريطانيا. وكانت هل هذا يعني أن ليبيا كانت تعرف ما هي في الخرطوم؟ ما كانت تحمل اثنين من قادة الانقلاب. تحمل ثلاثة. ثلاثة. هذا أيضا مساعدة لكم. وجدوا بعد ما نزلت الطائرة وجدوا هؤلاء في الداخل وقبضوا. ألا تعتبر ذلك عملا مساعدا لكم؟ لا، عمل مساعدا لما يجري في السودان، ما عمل مساعد، لكن للمستقبل يمكن تكون عمل مساعد، لكن لما يجري في السودان بالعكس. وأنا ما أعرف أنه الثلاثة كانوا رايحين فين. كانوا آتين إلى الخرطوم. لماذا؟ ليستلموا العمل. طيب هؤلاء إذن خصومك وقد اعتقلوا في ليبيا، إذن طيب. هذه دعم من ليبيا لكم. اعتقلوا لأن الطائرة نزلت في ليبيا. أنزلت ولم تنزل في ليبيا. أنا ما أعرفش أنزلت، أنا أعرف طائرة نزلت في ليبيا. طبعا ليبيا أسهمت بأنها نزلت الطائرة بتاعت ناسها هاشم العطا. وبعدين طبعا السعوديين الطيارة بتاعت ناس محمد سليمان الجاي من العراق اتنسفت في جدة. وشو ظروف اسقاطها يعني في جدة؟ والله ده شغل بتاع المخابرات السعودية يعني. ما عندي تفاصيل يعني، ما عارف تفاصيله، لكن ده تخطيط سعودي 100%. مصر يعني دور حركة فيزيكال يعني حاجة دورها يعني في إسقاط الانقلاب الشيوعي. لا، الانقلاب الشيوعي أسقطوا السودانيين. نعم هلو. بس يعني هناك أدوار لعبتها دول أخرى خارجية، ذكرت الدور الليبي، ذكرت الدور السعودي، ماذا عن الدور المصري؟ المصريين كانوا متعاطفين مع مايو ضد الشيوعيين يعني. كانوا متعاطفين معهم، لكن لم يقوموا بفعل معين. لا لا لا،
مصر والسادات بشكل أخص يعني لعبت دور في إسقاط هاشم العطا. والتصريح بتاع السادات واضح إنه الحلف الثلاثي ظهرت له أنياب في السودان، وهو مش يعني مش قام بذلك الدور في الخفاء، ولكنه بيفتخر به أيضا. ألم يكن الانقلاب الشيوعي دفاعا عن النفس ضد الحملة التي قدتها لتصفيته؟ أنا لم أقود حملة ضد الشيوعيين لتصفيتهم، هم الذين قادوا حملة لتصفية الثورة. نعم كان إذن هي حركة دفاع عن النفس. نعم قرار القيام بالانقلاب في 19 يوليو ما قرار سياسي بتاع لجنة مركزية ولا مكتب سياسي، كان قرارا عسكريا من قبل أعضاء في الحزب موجودين في داخل القوات المسلحة. المهم نحن وجهنا بأمر واقع يوم 19 يوليو، نحن كسياسيين ما عملناه، لكن ما لا نتبرع منه لأنه دول أعضاء في حزبنا. وضع انقلاب الرائد هاشم العطا الشيوعيين في الحكم لأول مرة في العالم العربي، وكانت المرة الأخيرة أيضا. وباستثناء العراق قوبل الحكم الشيوعي بالوجوم التام في المنطقة إلى جانب تحركات سرية وعلنية لإسقاطه، وهو لم يستغرق سوى 3 أيام ارتدت وبالا على الحزب الشيوعي السوداني. فبعودة نميري انطلقت مباشرة حملة عنيفة على الشيوعيين لم تشهد مثلها الحركة السياسية السودانية، ولم يعد للشيوعيين في بلد المليون ميل مربع من مكان سوى السجون أو الأوكار السرية. حتى الشيوعيون المنشقون الذين كانوا انحازوا إلى جانب النظام في معركته ضد الحزب أخرجوا من الحكومة. وبلغت الحملة ذروتها بإعدام قادة الانقلاب العسكريين بمن فيهم بابكر النور وفاروق حمد الله اللذان سلمتهما ليبيا إلى الخرطوم. وتلقى الحزب ضربة الكبرى بإعدام عبد الخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ وجوزيف جارانغ، وهم أول سياسيين مدنيين يعدمون في تاريخ السودان الحديث. وجميع أحكام الموت هذه صدرت عن مجالس عسكرية إيجازية أو محاكم ميدانية تنفذ قراراتها بصورة فورية. ألم يكن بالإمكان إجراء محاكمة هادئة تجنبا لإراقة الدماء؟ كانت المحاكمة أكثر من هادئة. المحاكمة قامت كمجلس عسكري بعد أن قتل 37 ولا كم 30 ضابط في منزل الضيافة. المحاكم العسكرية لا تقوم فيها وقايع، المحاكم العسكرية هي محاكم شفوية، بتحاكم موافق انت موافق ايه خلاص قوموا على كده، ما فيش كتابة فيها. هذه هي المحاكم العسكرية، ورجع للقانون، القانون بيقول هذا وديل بيعملوا على حسب القانون العسكري، القانون العسكري طبعا. ومن يحكم بقانون عسكري بمحكمة عسكرية وهو مدني، هذا أنا بعتقد أن تركيا له كبيرة جدا. لماذا؟ هل لأن العسكري أفضل من المدني؟ أيوه. لماذا؟ لأنه أفضل، لأنه عسكري، والعسكري لازم يكون أفضل من المدني. عسكري ومواطن ومدني، مدني وعسكري، وعنده اثنين، هو مواطن وعسكري، يبقى أكبر عليك ولا لا؟ إذا كان أنا عندي جريش وجريشين أكون عندك أكثر من الزول عنده جريش. الخدمة العامة سيادة الرئيس هي خدمة عامة سواء كانت في المجال المدني أو في المجال العسكري. لا لا، لا يفضل أحد على أحد. الخدمة العسكرية تديك نقطتين زيادة. التعذيب اللي حصل لهم هم قاعدين في شجرة، لما نودوا الشفيع أحمد الشيخ للمشنقة كان منتهيا، كان ميت.
تكلوا عشان يشنقوا، تكلوا عشان يشنقوا. لما أعدموا جوزيف جارنج ما كانش عندهم حيثيات، ما كانش عندهم حيثيات. العسكريين يعني هاشم العطا وناس فاروق حمد الله رفضوا ما يدوا ظهرهم للي بيضربوا فيهم، كانوا ينظفوا الجزمة ويلمعوها ويصلحوا اللبس ويمشوا على الخلف عشان يواجهوا الرصاص في صدورهم. أكثر من 800 رصاصة دخلت في الجسد بتاع ده. ده ليس محاكمة، ده اسمه مجزرة، يعني حقد، لأنه هم ما أدوا فرصة لذول عشان يعملوا المحاكمة. هذا هم صفوا الناس جسديا، يعني أنت الناس بيلعبوا كشتينة وبيأكلوا وبيتونسوا وبيقروا وبيصلوا بالكتل يقول قاعد بالجلابية تجي خاش شير الشاش تكتل من طرف، يعني كم 30 ضعف ومن خيره الضباط قلت لك انا. فالجو الجو كان عنيف، يعني ما كان في منطق، حقيقه ما كان في منطق. محاكمه الانقلابيين الشيوعيين يعني قطعا كان وراها عامل واحد وهام، اهانه نميري. نميري عندما اعتقل حافيا ونقل في سياره حافي القدمين، وده قطعا يعني ترك أثر كبير في نفسه. وأنا بفتكر ده العامل الهام اللي خلاه يلجأ لهذا الأسلوب، لأنه أيضا أنا شفت نميري في صورة أخرى، يعني بعض مضي عام على هذه الأحداث، وكان بيحتفل، كان في احتفال بما يسمى يوم الشهداء، وبعد الاحتفال كان بيبكي وسألته، فقام قال لي يعني انا تذكرت دلوقت انه الناس اللي ماتوا ديل يعني فيهم ناس انا اسهمت في قتلهم. فواضح انه التصرف كان تصرف بتمليه ظروف معينه، يعني لو حدث في ظروف طبيعيه يمكن كان الوضع يختلف. جعفر النميري بيتحدث بانه انا بساله دائما بقول له القرارات الكبيره انت لما تتخذها بتتخيذها كده بسهوله شديد جدا، يعني حوادث شعبان لما جات، كيف انه لما انجلق البلد مهدده والدبابات في الشوارع وفي الكباري وكده، وجاء تصرف طبيعي جدا، رجع الامور بيسر وبطريقه ما فيه فك الناس من السجون وكده. قلت له الحاجات الكبيره دي انت بتعملها كيف؟ قال لي والله يا اخ بابكر انا من ما طلعت القرار ب بإعدام أعز الأخوان لي فاروق حمد الله، أعز الناس لي، وده تاريخنا المجد والله يشهد على ذلك، أنا بقت أي حاجة سهلة لي. محاكمة الشيوعيين طبعا حصلت قبل أن أتولى مسؤول الدولة العام، هي تمت سنة 71 وأنا كنت مدعم سنة 75، ومن ناحية قانونية تقدر تقول عنها إنها مثال صارخ لانتهاكات القضاء في السودان، ومثال صارخ لانتهاكات العدالة في السودان. فهي تمت محاكمات، كانت محاكم عسكرية بصورة سرية، تمت في خلال 3 أو 4 ساعات لمتهمين عذبوا أبشع أنواع التعذيب وضربوا، وبعد ذلك صدرت عليهم أحكام بالإعدام. لا يعرف أحد كيف تمت هذه المحاكمات، ولا يعلم أحد أوراق هذه المحاكمات، كما لا يعلم أحد مصير الجثث التي او الاماكن التي دفنت فيها هذه الجثث. وحتى الان لا يزال الارامل وابناء هؤلاء الشهداء يطالبوا بمعرفه اماكن التي دفن فيها الذين تمت محاكمتهم واعدامهم. وقعت سابقه اعدام اول سياسيين مدنيين في تاريخ السودان الحديث، المقصود الشفيع احمد وعبد الخالق محجوب وجوزيف جارنج في المحاكمه العسكريه تلك. هل ترى أن تلك السابقة كانت قانونية وعادلة؟ يعني محاكم عسكرية تحكم على مدنيين؟ هي كانت أكثر على قانونية، وهي مش أول واحدة، لأنه سنة 24 تحاكموا مدنيين وعسكريين برضو محاكم عسكرية،
و في ظل الحكم الوطني نحن نتحدث. ما بقول لك في حكم الوطني ده، ما حكم وطني جديد وقامت فيه هذه الحوادث اللي جديدة عليه برضو. فأنا بفتكر وأنا كنت أتكلم مع ناس قريب ده يعني، بقول لهم والله ما دين ديل كانوا شرف لو نتحكموا بالمحكمة العسكرية، ونحن كان ما حقنا نديهم هذه الفرصة، نديهم فرصة أنش يحكمون مدنيين ويحكمون. ولذلك لما جاء حكموا عليهم بالضرب بالرصاص أنا وقفت ضد ذلك، قلت لهم لا، للمدنيين لا يضربوا بالرصاص، يذهبوا إلى السجن العام ويعدموا بالطريقة المدنية. وفعلا أخذوهم إلى السجن العام وعدوا بالطريقة المدنية، لأنه ده شرف كبير جدا جدا، ما بده إلا العساكر وضرب الرأس الله، إلا أنه ما غير مقبول يعني لا من المدنيين ولا من نميري نفسه. نميري نفسه كان من أكثر الذين حزنوا على القرارات التي اتخذها، اللي أدخلوا نظام مايو في التعامل مع المختلفين أو ما يعتبرونهم خصوم سياسيين غريب على شعب السودان. أحنا بفتكر يعني دي كانت يمكن في السودان المعاصر دي أول تجربة لإدخال العنف في السياسة في شمال السودان، لأن الأنظمة الشمالية ظلت تمارس هذا العنف في الجنوب. ما كنا نرضى بقتلهم، صحيح أننا نعلم أنه لا يؤمنون بالديمقراطية ولذلك ليسوا أهلا لأن يكونوا شركاء فيها، وإنما الذي يكون شريكا في لعب الكرة الذي يريد أن يقبل قواعد اللعبة بالطبع ويحتكم إلى الحكم بالطبع. ولكن نحن كنا في السجن من نميري أصلا، يعني لم يقتلهم صديق، الحمد لله صديق لنا، ولذلك ما كنا نرضى بهذا النمط. فهي إجراءات ليست عدالية وليست حقانية، إجراءات ردعية تلجأ إليها نظم في حقيقة الأمر تعلم أنها نظم مكونة خارج القانون، مكونة خارج الدستور، ولذلك تتعامل بوسائل غير قانونية ودستورية. خلف محمد إبراهيم نجد رفيقه عبد الخالق محجوب في قيادة الحزب الشيوعي الذي انتقل إلى طور العمل السري، ونزل نجد إلى العمل تحت الأرض طوال السنوات اللاحقة، ولم يظهر إلا بعد خلع نميري عام 85. وقد ربطت نميري ونجد صداقة حميمة منذ زمالتهما في مدرسة حنتوب الثانوية، ورغم اختلاف الميول والأفكار بينهما استمرت الصداقة في مراحل عمرهما التالية، وتجاوزت العلاقة الصديقين إلى الأسرتين، فأصبح كل منهما كأنه ابن للأسرة الأخرى، يرتاد بيتها متى شاء بغياب الصديق أو حضوره، وها هي السياسة تجعل أحدهما حاكما والآخر مطاردا. والله علاقة دي لا زالت السعدية، أنا أحب هذا الرجل وبتذكر علاقتي معه من المدرسة، وصدف أن احتفلنا بمدرستنا الثانوية وكان هو مختفي، فأنا عملت نداء قلت له نقول نحن ماشيين نحتفل، وأنا أدي لك الأمان، وطلع ومشى احتفل ويانا. ولما انتهينا من الاحتفال كان رجالات الأمن بتاعينا قالوا والله عايزين يقبضوا نقود، قلت لهم لا، ده شغال تحت الضمان بتاعي أنا، تدوا له 24 ساعة عشان يختفي، واحد يمشي معاه ومخفي. وفعلا منح 24 ساعة، وأنا كلمت قلت له نقعد عندك 24 ساعة اختفي يلا للمدني، وراح اختفى. مشاهدينا الكرام، مع انفصام التحالف بين العسكر والشيوعيين انتهى الفصل اليساري من سيرة نظام جعفر محمد نميري، وانتقل إلى فصل جديد بموقع مختلف. ما هو مضمون الموقع الجديد وما هي أبرز تحدياته؟ ذلك هو موضوع الحلقة المقبلة. طابت أوقاتكم.